شدد نائب المنتخب عبد الرحيم مراد على ضرورة إيلاء الشأن التنموي في منطقة البقاع الأهمية القصوى، ووعد بالعمل في سبيل ذلك في خلال ولايته النيابية. كلام مراد جاء لدى استقباله وفودا شعبية في الخيارة. نحن بنعتبر أنه الجزء اللي اقتنع وعطانا أصواته شاكرينه، ونتمنى على الجزء اللي ما عطانا أصواته يفكروا يقارنوا المرة القادمة، ونتمنى أن نعود نرجع نكون كلنا سوا محيطين بهذه المؤسسات ومأيدين هذه المؤسسات، لأنه هي الأساس بهذه المنطقة. وبعتقد كلكم بتعرفوا أنه ما حدا قدم أي شيء خلال المراحل السابقة إلا هذه المؤسسات التي لم تتوقف ولن تتوقف لاحقا. الجامعة بدها تكبر أكثر من هيك، المؤسسات بدها تكثر أكثر من هيك، العمل بده يستمر بشكل دائم بشكل مستمر. نحن لا يعني ما مش زعلانين من أحد يعني، وعندنا كل الثقة إنه مع الوقت اللي ما أعطونا أصواتهم بدهم يقتنعوا، بدهم يحتاجوا هذه المؤسسات وبدهم يقتنعوا بضرورة أهميتها والإحاطة فيها وإعطاء الصوت التفضيلي، أو مش ما عادش في صوت تفضيلي إن شاء الله، صار 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 بشكل عام. بدأ يكون إن شاء الله أصواتهم كلها مجتمعة لتأييد هذه المؤسسات. وأكد مراد ضرورة عودة معامل السكر والقمح والزيت إلى البقاع من أجل خلق فرص عمل لشباب المنطقة.